اول ما وصلت درت واحد الجوله صغيره هنايا في ميناء السعيديه. هادو هما البطوات اللي تنديروا فيهم باراسيلينغ. صراحه اجواء اكثر من رائعه، الجو معتدل زوين صراحه، تجربه تستاهل. هنا كانت الانطلاقة. صراحة هنا فاش وصلنا لهذا الارتفاع منظر ولا اروع، منظر بانورامي صراحة. الادرينالين تتحس به ارتفع في الجسم. صراحة في التوقيت بالضبط الأمنية ديالي كانت هو شي غطسة في هذا الارتفاع، صراحة غادي تكون هائلة، تجربة ولا أروع. تنصحكم ديروا إن شاء الله لو وصلتوا لمدينة السعيدية. الرحلة شرفت على الانتهاء، صراحة كانت ممتعة للغاية. من بعد التجربة الرائعة اللي قمنا بها حاولنا نمارس السباحة واكتشاف جمال البحر، صراحة تجربة أكثر من رائعة. فضلا وليس أمرا، المرجو دعم القناة بالاشتراك وضغط زر إعجاب.